ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنشرح افضل موقع لتعدين واستثمار الروبل. نشرح افضل موقع لاستثمار الروبل. تمام يا شباب، الموقع ده انا مسجل فيه من شهر 10 اللي فات. تمام، الموقع شغال بقاله اكتر من 6 شهور. الموقع صادق وبيدفع لكل الناس، والموقع انا عامل عليه شروحات على القناة ممكن تشوفوها. تمام، وعامل عليه اثباتات دفع. تمام، وعامل عليه اذاعات، والموقع شغال بقاله فترة كبيرة. تمام، وصادق جدا والناس كلها شغالة عليه. تمام شباب، طريقة التسجيل في الموقع، لو لسه أول مرة تشوفني وتشوف القناة اضغط لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. تمام يا شباب، طريقة التسجيل في الموقع، الموقع بيجيلك بالواجهة ديت. تمام، تضغط على كلمة تفويض أو التسجيل، تضغط على كلمة التسجيل عفوا. أول خانة بيطلب منك البريد الإلكتروني المستخدم، بعد كده كلمة المرور، بعد كده بتأكد كلمة المرور، بعد كده بتضيف كود الكابتشا دوت. تمام، بعد كده بتوافق على أنظمة المشروع، بعد كده بتضغط ايه على تقدم. ممكن يبعت لك رسالة تفعيل على الإيميل وممكن لأ. تمام يا شباب، بعد كده هنروح على تسجيل الدخول. تمام يا شباب، بعد كده هنعمل تسجيل دخول. كل الروابط والأدوات المستخدمة هتلاقيها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. تمام يا شباب، بعد كده هنعمل تقدم. يقولك لقد قمت بتسجيل الدخول بنجاح. تمام يا شباب، الموقع بيجيلك بالواجهة ديت. تمام، وبيعدل مجاني. تمام، درجة الإضاءة في الموقع، الموقع بيجيلك بالواجهة ديت. تمام، عندك الموقع فيه إعلانات. تمام، اللي هي ركوب الأمواج، تضغط على الـ3 نقط اللي فوق دول وبترجم الموقع. تمام يا شباب، طريقة الإيداع في الموقع، الإيداع بيبدأ من أول 10 روبل لحد 5000 روبل للموقع مفتوح معاك. تمام يا شباب، طريقة الإيداع في الموقع، بتيجي هنا على إعدادات الحساب. وبتضيف طريقة الدفع الخاصة بيك، احنا ضايفين هنا طريقة البير عشان سرعة دفع الأموال. تم شباب، هنا عندك البير، وعندك البرفكت ماني، وعندك الكوي، وعندك البطاقة فيزا ماستر كارد. تمام، وطرق دفع كتيرة. تم شباب، بعد كده بنروح هنا على المساحة الشخصية. عشان نعمل إيداع في الموقع، بنيجي على كلمة تجديد الرصيد. وبتضيف هنا المبلغ. لو هندفع 100 مثلا، يقولك الدفع من خلال البير، تضغط على كلمة البير. تمام، هيحولك مباشرة على البير، تضغط على كلمة يدفع. هيحولك مباشرة على محفظة البير عشان تأكد عملية الدفع. تمام شباب، بعد كده بنرجع للموقع. تمام، بعد ما تعمل تجديد للرصيد، بتروح هنا على المساحة الشخصية. بعد ما تعمل تجديد للرصيد، بتضغط تيجي هنا على زيادة السرعة. تمام، وانت مثلا جددت ب100 روبل. تمام يا شباب، هتضغط هنا على الواحد ديت، الواحد هنا الميجاهرتز، الواحد بتساوي 10 روبل. تمام، هتخليها 10، وبعد كده بتعمل ايه؟ يدفع. تمام يا شباب،
دلوقتي هنعمل اثبات سحب من الموقع بقيمة ايه 58 روبل. تمام يا شباب، نروح على المساحة الشخصية تاني. هنضغط هنا على كلمة دلوقتي هنعمل اثبات سحب يا شباب من الموقع. تمام، احنا عاملين سحبات كتير من الموقع. تمام، نضغط على كلمة انسحابات اللي تحت تقدير الرصيد. بصوا احنا ساحبين كام سحب من الموقع، كل دي سحبات من الموقع، يعني الموقع شغال وبيدفع. تمام شباب، هنيجي في الخانة الفاضية ديت. تمام، نكتب المبلغ اللي معانا 58. تمام، نروح على محفظة البيع عشان نشوف معانا كام الأول. تم شباب، دي المحفظة بتاعتي فيها 0 من الروبل. هنحدد الصفحة، تمام شباب، نرجع للموقع تاني. تمام، وضفنا المبلغ اللي معانا. تمام، ونضغط على كلمة تتأكد. ولو تم دفع الأموال بنجاح. تمام شباب، هنحدد الصفحة. ونلاقي المبلغ الضخم معانا هنا. تمام، نروح لمحفظة البير. تمام شباب، السحب وصلنا اهوت 58 روبل. تمام، نحدد الصفحة، نرجع للموقع تاني، ودي مشتريات الناس. تمام، ودي صحبات الناس. تمام شباب، كل دي مشتريات. تمام، 10,000 و10,000 و270 و10 و220 و50 و180. تمام، ودي السحبة بتاعت الناس 205 و5 و618 و195. تمام يا شباب، يعني الموقع شغال وبيدفع لكل الناس. تمام يا شباب، تمام يا شباب، ودي كل حاجة عن الموقع. وفينا طريقة تزود أرباحك فيها في الموقع اللي هي ركوب شباب. وعندك هنا عشان تكون واثق من الموقع، الموقع شغال من شهر 10 او من شهر 9. تمام، جبنا تاريخ الموقع، تمام هيجيب لك هنا التواريخ. تمام، انا مسجل شهر يوم 18. تمام، يعني الموقع شغال قبل كده كمان. يعني شو الموقع ممكن يكون شغال من شهر 7 او 8. تمام، الموقع شغال بقاله فترة كبيرة. تمام، وصادق وموثوق. تمام، لو مش موثوق ما كانش فضل شغال لحد دلوقتي. المواقع النصابة يعني كبرة شهر او شهرين او 3 وبتقفل، لكن ده بقاله اكتر من 6 شهور شغال وبيدفع لكل الناس. وانتوا شفتوا مدفوعات الناس وصحابة الناس في الموقع الصادق، وانصح الجميع بالعمل عليه. تمام، وتعدين الروبل. تمام شباب، وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. تمام يا شباب، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. واهم حاجة اللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.